أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك 3 آيات، كل آية تكمل الأخرى. أول آية هقراها من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كرونسوس، الآية من الأصحاح الثامن آية رقم 3: إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. لو أنت بتحب الرب، الرب عارفك. إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. الآية الثانية اللي هقراها من رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني وآية رقم 19، الآية بتقول: يعلم الرب الذين هم له. يعني الرب عارف اللي ليه. تقول لي هو مش الرب يعرف كل الناس؟ اقول لك اه، بس دي معرفة خاصة، زي ام عارفة كل اطفال العمارة اللي ساكنة فيها، عارفاهم، لكن عارفة اولادها معرفة اخرى، معرفة خاصة، معرفة فيها التزام بيهم، معرفة فيها اهتمام بيهم، معرفة فيها دفاع عنهم. اه تعرف كل اطفال العمارة ودايما تهزر معاهم، لكن لا، علاقتها بأولادها علاقة مختلفة، معرفة خاصة، معرفة فيها اهتمام غير عادي، حماية ليهم غير عادية، بتسدد كل احتياجاتهم، معرفة فيها تعليم ليهم، مش هتهتم هي بأنها تعلم كل أطفال العمارة اللي ساكنة فيها، لكن هتهتم جدا بتعليم أطفالها. يعلم الرب الذين هم له. وبعدين هنا: إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. الآية دي بتكمل الآية دي، الآيتين بيكملوا بعض. الرب بيعرف اللي بيحبوه وبيميز، ويعرف إنك أنت بتحبه كثيرا، بيميز. قال في حد بيحب قليل وفي حد بيحب كثير، والرب بيكافئ المحبة، بيعرف ويعرف اللي في قلبك، ويعرف انت بتحبه ولا لا، وبيعرف انك انت بتغضبه عشان بتحبه ولا بتغضبه عشان اي اسباب اخرى اللي خلاك تبقى قسيس، مثلا انك انت بتحب الرب، ولا اللي خلاك تبقى قسيس ان مفيش شغلة تاني تشتغلها. الرب يعلم، يقول كده: يعلم الرب الذين هم له، عشان يهتم بيهم، عشان يعلمهم، عشان ينقيهم، عشان يستخدمهم. وبعدين الآية دي تكمل بقى: إن كان أحد يحب الله. لو أنت بتحب الرب، هيبقى جواك يقين إن الرب يعرفك معرفة خاصة، زي ما قال كده: أعرف إيه؟ خاصتي، أعرف خاصتي. الرب بيعرفك انك ليه، ويعرفك باسمك، وسيكافئك بهذه المحبة، سيكافئك نتيجة المحبة اللي جوه قلبك، لان دي علامة ان انا اعرف الرب. معنى ان انا اعرف الرب وفي علاقة معاه ان انا بحبه. ان كان احد يحب الله فالله يعرفه 100%. ان كان احد يحب الله فهذا معروف عنده. الآية الثالثة اللي تكمل الآيتين دول بقى من العهد القديم، من سفر نحوم، وسفر نحوم هو سفر نبوي من أسفار الأنبياء الصغار، واتسموا أنبياء صغار مش لأنهم في حياتهم الروحية أقل من غيرهم، لا، لأن أسفارهم كانت ذات حجم صغير. الأنبياء الكبار أسفارهم ذات حجم كبير. في عندنا 4 أنبياء كبار كتبوا أسفار ضخمة، زي أشعياء،
و12 سفر انبياء صغار اسفارهم صغيره الحجم، منهم سفر نحوم اللي بيقدم لنا الايه في بيقول كده ان الرب صالح، هو الرب حلو، الرب حصن في يوم الضيق، يعني زي لما يبقى في خطر الناس تحتمي من الخطر في الحصن، هو بقى يحمينا في وقت الضيق، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف ايه المتوكلين عليه. يبقى الذين له، الذين للرب في الآية اللي في تيموثاوس الثانية ليهم صفتين، انهم بيحبوا الرب وانهم ايه بيتكلوا عليه. ده معنى انك انت في علاقة حية مع الرب. ايه؟ واحد، انك انت بتحبه ومستعد تضحي عشانه عشان تطيعه، لانك بتحبه فعلا، بتعمل اي حاجة من اجل انك بتحبه. والحاجة التانية المهمة جدا، انك انت في الضيقات في ظروف حياتك مش بتتكل على نفسك عشان تنجح، بتتكل عليه. يعرف الرب ايه المتوكلين عليه. عزيزي المشاهد، لو انت بتتكل على الرب لكي تنجح، ولو انت بتحب الرب، تبقى واثق ان الرب يعرفك معرفة خاصة، وهيعاملك مش زي بيعامل كل الناس، لا، هيعاملك معاملة خاصة. وفي وقت الضيق هتجد الرب زي ما بيقول كده حصن ليك لحمايتك، والرب هيطلعك من فترة الضيق أحسن مما كنت قبل أن تدخل الضيقة، وهتختبر الرب هو بيسدد كل احتياجاتك، وتقدر تقول مع داود الرب راعية، والراعي بيعرف الخراف، راعي بيعرف مهما كان عدد الخراف كتير، بيعرف خروف خروف، يعرف ان ده غاب، ان ده مش موجود النهارده، فينه، لما الاقيه مش موجود يدرك انه مش موجود. الرب هو الراعي، فبيقول لك كده انا هو الراعي الصالح، انا الراعي اللي ما عنديش عيوب، حب ليك حب كامل، انا هو الراعي الصالح. وهنا بيقول صالح هو الرب، الرب الراعي الصالح، وهنا صالح هو الرب. عشان كده مع داود تقدر تقول ايه، الرب راعي فلا يعوزني شيء. الرب هيسدد كل احتياجاتك، احتياجاتك النفسية، احتياجاتك الجسدية، احتياجاتك الروحية، هو عارفك ومسؤول ان يسدد كل احتياجاتك. ولو في احتياج عندك ناقص، كل يوم صلي كده وقول له اشكرك يا رب، لاني واثق انك انت هتسدد كل احتياجاتي، احتياج عاطفي هتسدده، احتياج للمال هتسدده، احتياج لشقة اعيش فيها هتسدده. الرب صالح، وبكل تأكيد هو عارفك وعارف احتياجاتك ومسؤول عن تسديدها. عزيزي المشاهد، تعالى معي الآن إلى سفر حزقيال، بنكمل التأمل في الهيكل اللي الناس هتعبد فيه الرب في الملك الألفي، خلال الملك الألفي، خلال الألف سنة الأخيرة من تاريخ العالم، من الزمن اللي احنا عايشين فيه. آخر ألف سنة هيبقى فيه هيكل، والهيكل ده هيبقى فيه شمال، حسب ما بيقول سفر حزقيال يبقى في شمال مدينة أورشليم، هي هيكل ضخم جدا لا مثيل له. وشرحنا الهيكل ده، ونقدر مع بعض نقول ان الهيكل ده عبارة عن ايه، عبارة عن سور، وبعدين جوه السور ده في دار يعني ساحة، في ساحة خارجية، وبعدين في صور تاني يدخلنا على الساحة الداخلية من خلال ثلاثة أبواب. وفي الساحة الداخلية دي في الجزء الأساسي بقى الرئيسي، اللي هو بيت الرب، أو اللي هو القدس
اللي هو زمان كان قدس وقدس أقداس، نقدر نقول إن في الهيكل اللي اليهود هيعبدوا فيه الرب ومعهم كل الناس اللي في العالم في ذلك الوقت، هيروحوا هذا الهيكل ولا سيما في الأعياد عيد المظال زي ما بيقول سفر زكريا. ده البلد اللي مش هتروح لا هتتأذي، يعني اللي ما عندهمش مطر، اللي عندهم بيعتمدوا على المطر مش هيبقى عندهم مطر. ولو بلد زي مصر ما راحتش في الوقت ده لا هيبقى في ضرر جاي عليها. دي حاجات شرحها الكتاب المقدس تخص الملك الألفي، سواء انت بقى بتؤمن الملك الألفي ده حاجة فعلا هتكون موجودة، بتفهم الملك الألفي بمعنى حرفي، او بتؤمن ان الملك الألفي ده رمزي تماما زي ما شرحنا قبل كده، في ناس بتؤمن كده. المهم انك تستفيد من اللي بيتقال على الهيكل، هيكل الملك الألفي، في فوائد لينا النهاردة، هي دي المهمة. سواء كنت بتؤمن انه رمزي او حقيقي سوف يكون، المهم انك تستفيد. فعندنا دار خارجية، عندنا دار داخلية، والدار الداخلية فيها المذبح وفيها كمان القدس. عزيزي المشاهد، اتأملنا في الدار الخارجية وقلنا ان ليها ثلاث مداخل من بره من الطريق، ثلاث ابواب، والابواب عبارة عن مباني، والمباني دي عالية، وقلنا ان المبنى ارتفاعه 60 ذراع يعني حوالي 30 متر. ده مدخل، المدخل بتاع الدار الخارجية 30 متر ارتفاع، وطول المدخل قلنا انه 50 ذراع، ذراع حوالي نص متر، يبقى طول المدخل 25 متر. دي مسافة طويلة، يعني شوف كم اوضة جنب بعض تعمل لك 25 متر. لو قلنا ان الاوضة مثلا 3 متر، يبقى 25 متر تعمل لك 8 اوض جنب بعض، 9 اوض جنب بعض، اوض كبيرة عشان تتخيل المداخل شكلها قد ايه. عندنا 3 مداخل بيدخلوا على الدار الخارجية، وقلنا ان الدار الخارجية دي على المحيط بتاعها الاضلاع الاربعة في رصيف معمول من هنا اسمه مجزع، معمول من حاجة كده شكلها حلو، يمكن حجارة شكلها حلو مرصوصة بطريقة جميلة. ودي الرصيف هدفه ايه؟ ان يحمي الحاجات اللي على الرصيف من التراب بتاع الأرضية، لأن عندنا أرضية ضخمة جدا بتاع الدار الخارجية. إيه بقى اللي محطوط على الرصيف؟ عندنا أوض هنا اسمها مخادع، يعني والكلمة في اللغة العبرية تعني أوضة، بس أوضة كبيرة تشيل كام. لما الكلمة دي جت في صموئيل الأول، في قصة صموئيل، في صموئيل الأول الأصحاح 9 آية 22، هنعرف إن الأوضة دي تشيل حوالي 30 شخص، لأن مكتوب في صموئيل الأول إن كان في 30 واحد، يعني في الأوضة دي، الأوضة دي أوضة كبيرة تشيل 30 واحد. عندنا كام أوضة؟ عندنا 30 أوضة، والتلاتين أوضة دي معمولة فين؟ معمولة على الرصيف. وفي الأركان بتاعت الدار الخارجية في 4 مطابخ، مطبخ في كل ركن برضو على الرصيف، يعني كل دول على الأرصفة، على الأرصفة اللي هي أو الرصيف نقوله بالمفرد اللي لافف في أضلاع الهيكل. عزيزي المشاهد، طبعا رصيف هيقفز مش هيبقى موجود عند الحتة بتاعت الأبواب، وعندنا حتة كده في جهة الغرب بشرحها في حلقة قادمة مش هيبقى فيها الرصيف. إنما الدرس الهام بتاع الرصيف إيه؟ بعيده لأهميته الكبرى، إن بيحمي الناس اللي قاعدة تاكل، لأن الأوض دي أوض زي ما بيقول المفسرين للأكل عشان العابدين يأكلوا فيها. الذبائح اللي بتقدم هياكلوا من ذبائح السلامة، فالمطابخ بتعد الأكل اللي جاي من ذبائح السلامة، الذبيحة اتذبحت بس لحمة نية لازم في تتعمل في المطابخ وبعدين تتاكل في 30 أوضة.
بس عامل النظافة مهم جدا. الرب يهتم بالنظافة. وقلت لك في لما تقرا العهد القديم هتلاقي ان الرب دايما بيعمل طقوس تساعد على تعلم الانسان كيف يكون نظيفا. احنا الوقت مش في عهد الطقوس، احنا في احنا الحاجات الطقسيه مثلا زي الكاهن مثلا لما يجي داخل القدس في العهد القديم هيمر على حته اسمها المرحضه، وفي المرحضه دي كان بيغسل ايديه ويغسل رجليه، وما ينفعش يدخل يعبد من غير ما يغسل ايديه ورجليه. وفي العهد الجديد بقى لا، الرب يسوع غسل الاقدام. إذن في اشارات للنظافه. قبل العشاء لازم نبقوا نضاف لان الطرق مليانه تراب. بس المهم دي معاني روحيه، ان الرب بيغسلنا، بيغسلنا من خطايانا، بيغسلنا من اخطائنا. انما مش معنى ليها معنى روحيا ان هي مش مهمه، لا. في ناس بتبقى روحيا كويسه قوي، مهتميه بالنظافه الروحيه ومهمله النظافه الجسديه. هل ده صح؟ غلط طبعا، لان الرب عايزنا نضاف جسديا وروحيا ونفسيا كمان. ما يبقاش عندنا حاجات تعبانة. النظافة الجسدية مهمة، فما ينفعش تبقى انت انسان روحي مهتم بحياتك الروحية، شيء رائع، لكن اهتم ايضا بنظافتك الجسدية. اوعى تعتقد ان اهمال النظافة الجسدية نوع من انواع التقوى، لا، ده انحراف في التفكير. او انك تقول دي حاجة مش مهمة، لا، ده انحراف في التفكير. واوعى تقول الاهتمام بصحتك الجسدية حاجة مش مهمة، ده برضو انحراف في التفكير، لان الكتاب قال الرياضة الجسدية نافعة. صحيح نافعة للقليل، لكن نافعة، والقليل ده مهم، لان الرياضة الروحية نافعة لحاجة اكبر. لكن مش معنى كده ان انا اهمل في صحتي الجسدية او في موضوع النظافة، لا. لازم بيتك يبقى نظيف، لازم الأوضة اللي قاعد فيها تبقى نظيفة. وقلت لك ده مش موضوع غني وفقير. لازم تهتم بنظافة أكلك، لازم تهتم بصحتك إنها ما تتأذيش. لازم يبقى ملابسك، ما قلناش إنها تبقى غالية، لكن تبقى نظيفة، تهتم بنظافتها، تهتم بنظافة نفسك. ما يبقاش عندك اي حاجه مثلا رائحه جسمك باينة، لا، لازم تهتم بالنظافه عشان انت تبع المسيح. فلازم تبقى كل امورك حلوه زي ما قال الكتاب ان الرب يحفظ ايه، الروحكم بس، لا، قال لك الثلاثه، الروح والنفس والجسد. عزيزي المشاهد، قلنا ان عندنا 30 اوضة للاكل، وقلنا الوقتي ان الاوضة حسب اللي مكتوب في الكتاب تشيل حوالي 30 واحد. احنا مهتمين برقم 30. في الحلقة اللي فاتت قلنا ان 30 دي ممكن ده رقم مركب، ممكن يتفهم انه 3 في 10، ممكن يتفهم انه 5 في 6. وقلت لك ان انا اميل انه 5 في 6 مش 3 في 10، وشرحت لك السبب. قلت لك تعالى نروح خيمة الاجتماع، هنلاقي الغطاء اللي بيغطي القدس احد الاغطية، لانه اكتر من غطاء، عبارة عن حاجة معمولة من شعر الماعز. طول هي بتلف حوالين القدس، الطول كام؟ 30. طيب ليه ما اقولش ان 30 دي اتامل فيها انها 3 في 10، اقول 3 بيرمز لكذا و10 بيرمز لكذا؟ ليه؟ لان الغطاء ده طوله 30، لكن كمان عمقه او عرضه كام؟ عرضه عباره عن 11 قطعه. ال 11 قطعه متقسمه ايه؟ 5 قطع و6 قطع، وبينهم فاصل، يعني 5 قطع وكام؟ و6 قطع. فاذا التركيبه بتاعه الغطاء دي بتخليني اقول ان انا اقول ان رقم 30 مش هتامله انه 3 في 10، هتامله انه 5 في 6، لان الغطاء ده طوله 30 وعرضه 11، والكتاب جزأهم
خمسة وبعدين فاصل وبعدين ستة، والفاصل ده والفاصل ده مربوطين بقى بعراوي وحاجات كده. عزيزي المشاهد هتسألني طب وإيه خمسة في ستة تعني إيه؟ دي شرحناها، قلنا خمسة ده رقم إيه؟ النعمة. قلنا إن رقم النعمة في الكتاب المقدس هو رقم خمسة، وقلنا بالنعمة مكتوب كده إن خمسة يغلبوا مية، وبالنعمة الخمس أرغفة أشبعت 5000. رقم خمسة يتكلم عن عطاء الله المجاني اللي هو النعمة. النعمة باينة في رقم خمسة، أو رقم خمسة يتكلم عن النعمة. في ستة قلنا إن ستة ده بيتكلم عن إيه؟ قلنا إن ستة ده رقم الإنسان، لأن الإنسان اتولد أو اتخلق آسف في اليوم السادس، بيشتغل ست أيام، الزمن بتاعه كله مضاعفات ستة، اليوم 24 ساعة، 4 في 6، الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية، كله في 60، يبقى 6 في 10، يبقى كله في رقم 6، ده رقم الإنسان. قلنا في في التاريخ رقم 6 بقى رقم وحش. ليه بقى رقم وحش؟ عشان الإنسان انحرف، وهيصل انحراف الإنسان في الوحش، وعشان كده رقم الوحش ده اللي هيحكم في نهاية الأيام، وضد هيبقى ضد المسيح وضد العبادة وضد الأخلاقيات. رقمه كام؟ 666، 3 6، لأن الإنسانية ساءت جدا. إنما بعد القضاء على الوحش ومجيء الرب وملك الرب على الأرض، بقي الإنسان، هيرجع الإنسان رد كل شيء، هيرجع الإنسان بقى مختلف تماما، مفيش خناقات، مفيش ناس بتتخانق مع بعض، الإنسان رجع ما عندوش أمراض، ما يعني هيرجع لي حالته كما كانت تقريبا، كما كانت أيام ما كان في الجنة. فإذا رقم خمسة في ستة بيقول إيه بقى؟ بيقول النعمة حينما تظهر في الإنسان. كل أوضة من الأوض الثلاثين دول بتتكلم عن هذا المعنى، النعمة التي تظهر في الإنسان. عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع، النعمة تظهر فيك، عمل النعمة تظهر فيك، معاملة الرب معاك بالنعمة تظهر بوضوح فيك. وهكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.